السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم الشاعر خميس حمد السماحي. أنا من سكان رأس الخيمة، من سكان منطقة كدرة، منطقة يبلية. أول كنا بعد هناك فوق وشعبة السماحة ما أدري وين، لكنها الحين مستويت الشعبيات انتقلنا في كدرة. والحين حاضر في كدرة حد الآن. والله أنا عشت يتيم. أنا بقول لك توفى عن أبوي صغير وأمي زبويت، وعشت عند جدودي الله يرحمهم كلهم. عشت صغير، عشنا في شعبة السماح، وعقب صرت عند أمي الله يرحمها، عند أمي وعمي، وعشت عندهم. أكل يوم أفزعهم على ذاكلين، كبرت، ويوم كبرت سديت عمري، تبيدرت زرع غلون أول وتبيدرنا ومشينا العمل الحمد لله رب العالمين. تميت لين ما أدري كم سنة نزرع الغليون وخلاف، هذا مستوى برامي، وهذا أنا طلعت. أول أقول لك عقب نزرع زرايع في الضواحي، وهذا تميت عندهم لين كبرت قبل وعرست، ويوم عرست عاد رديت واشتغلت في المكاين سنتين وخلاف، كتبوني مذن في الأوقاف. يوم يقول حياة الدهماني، يقول لي ما يغازل فيها واهن ما ندر. دهماني يقول لما يغازل فيها واهن ما ندر، تركه لا تطيح حياته باطله، يحسبها لذورين لقح في البقر، ومدام لنها دام هم الدام له، يصرح ويضوي ونصف قط ما ينكر، وناس توين الحقامة مقيلة، تلقاه ما بين العرب لا يتنصر، لا تنخل بنته ولا ليه قبله، لكان بعد لكان اللي كتب مذن فالأوقاف بعد كذا ياب على جعنا نرد عليه، ما ردينا عليه. أنا من عمري من 12 سنة أعد القصيد، ولكن قصيد 4 بيوت 5 بيوت ورزفة، وهذا ما قصيد طوال وناسينه. وحياة يدي سالم بن يميع ليريدي هو شاعر، أبو أمي هو شاعر الله يرحمه، وحياة أبوي يسوي رزفات بعد ولا ما يسوي قصيد. وتراني استمريت، ويوم دخلت الشعراء وعرفت وياهم وصرت وياهم، عرفت ان قصيدي شيء زين وشيء ما زين، عدلت قصيدي عاد عقب. الله يرحمه راشد الخضر هو اللي شجعني الله يرحمه، وقال لي هذا القصيد هذا قافيه كذا وقافيه كذا وقافيه كذا، جزاه الله خير، الله يرحمه ويغفر له. ومشيت عاد انا انسان من يشرح الدرب قدامه تمشي. وترى هذا موهبة، الشعر موهبة ما هو بتعلوم، قال لنا حتى في قصيدة ما هو بتعلوم ولا طلاب، ولا له مسافة ولا له حدود، لكن فيه من سنع الأداب، يفهم نظام وخطة جنود، وعندها اللي يحسب الأحساب عن لا يكون الحرف ممدود. وترى الشعر من اليوم لأصحاب تاريخ لباقي، وما يود ما ينتخل قوة بالأنهاب، ولو ينخزن يظهر من الزود، مثل الهواء واندار دولاب واشتقت من ترفات الأخدود. هذا كذا الشعر هذا موهبة من الله. خاويت حياة سالم القمري صرت ويت وياه وقيل عنده ونصير نسجل ويجيبني. أول ما عندي سيارة أنا بعد ما سوق سيارة، هو يوديني لين يشلني من الفلي هنا، يجي في الفلي وعارضه في الذيد ويشلني ويصير وياه وقيل نسجل ويوديني ياه، ما قصره هو يشعر. أنا جزاهم الله خير. حياة الشيخ زايد الله يرحمه تلاقينا وياه وأنا علي مبلغ كهربة، وعديت عليه قصيدة وقال استريح، وقال لي واحد سير بعدك عد قصيدة، عديت قصيدة. أقول للرسيل هذا يعني رسيل الكهرباء وطاف حامل فواتيره وهداد، ويقول عطني 10,000 ولا بقص الكهرباء عناد. قلت له الكهرباء كانت للحاف وقصها يثر على الأولاد، ما هب من العربان الأخفاف اللي ساكنين اثنين أوحاد، أنا في بيتي عيال قصاف مجموع 7 و10 أفراد، واللي يضرهم ما صور لولاه، بيني وبينه تحيز الأبعاد، واللي عرف الله منه يخاف ما يعذب أطهار مثل المهاد. وانت رسيل ولك استعراف وبصري وصبري لين الشور ينعاد، وأنا بشاكر ناس لشراف عن قصتي والخبر رداد، لأبو ظبي بصير لواف. رد علي هو عاداك الحين يوم عد عليه، قال شيء عندكم ينوز أول؟ قلت نعم شيء ينوز، يوم من يوم الأولي يمسويات
لكنها الحين يسموها غرفة التمر ولا حجرة التمر، ما يسوون لين زين تركوه. قام يضحك الله يرحمه، قام يضحك. وعقب أقول إلا الله كاتب إنه ما قصر هو، يزاه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. صرت لمرة واحدة أبو ظبي في رمضان وقحمنا، جيتنا سيارة وقالوا يباكم الشيخ زايد وياي النعامين كلهم النعامين وياي، وقال الدريو اللي يه قال الشيخ زايد يقول أنت تعد قبل. قلت تخيل ما أقدر عد قبل النعامين، النعامين أشعر أكبر عني أنا وأقدم عني، أنا فرخ ذاك اليوم عمر يا الكبار شو قاب. قال يقول، قلت له يقول على عمري على عيني وراسي أمره، لكن ما خلوا محمد عد قبل محمد بن نعمان. وقحمنا داخل وعد محمد بن نعمان وعديت أنا عقب، وعدوا التالين اللي باقي منهم الله يرحمه. هو ييد قصيدي ما أدري كيف كذا، ييد قصيدي دوم، ومعرفة صارت بيننا خاصة الله يرحمه. أقول لك أنا عندي سويت 3 دياوين وفيهن قصائد مخلوطة، واحد ديوان اللي في الوسط هذا فيه 160 قصيدة، أما التاليات ما حصيتهن، شيء فيه 120 شيء فيه 100 ما حصيتهن تاليات. أما هذا واحد هناك في يقرأ خليفة يسمى قال فيه 160 قصيدة، وايد أغلى قصيدة عندي زينة، كل شيء يذكره وهي ما ذكره قصيد. لكن يقول البارحة يوم ملاهيل ترقد أنا سهير الطرف بايت في معياه، أفكار قلبي باتت تسير وترد، فكر النهاي عني وفكر أن تلقاه، ورتب المعنى على كل مقصد، الإنسان يتفكر في وقته ودنياه، حد على ما مر وقته يحيد، وحد ينقضي عنه زمانه وينساه، وحد يحاسب لين ربعه وينشد، وحد ربعته لين يقضي حواياه، خلاك في القافي وصبح عنك يبعد، ونيت لنا تغير اليوم ممشاه. هذه أحوال البعض في البشر توجد، ويا رب كل زل تسمح خطاياه، يا مستمع للقول سير بتهيد، فكر وطالع في الزمن كيف مجراه، وخلي معك من ماضي الوقت مسند، تحتاج لفي يوم تذكر مزاياه، الأول بدونه عطوه يوم تورد، مزل صعونه يوم يسقي مطاياه، وهذا الروا يومين في اللازم يسد، أبراك من رب كثير عطاياه، واليوم شعبيات والخير ممتد، والفلق لن بيصرفه يوم من ماه، من هو يحاسب لي بدنا اللي ينهد، وين المروق وين ذيك المراعاه، للكهرباء والماي عداد يعد، يحسب عليك حساب من دون مرضاه، وراتبك يا الانسان يصبح مبدد، لو كان لك وايد ربوع انت ترياه، هذا المثل قلته كلاما موكد، ولي السموحه والعفو يتلاياه، ان كان انا غلطان ولا مزيد العبد يخطئ والمداريب تعفاه وتسلمه. الشاعر اللي هو شاعر قصيده ما يختلف، ولكنها الحين تختلف الوقت، المزامن الأولية غير المزامن الأولية، يحسبوا على الدهر وعلى كل شيء وعلى هالحين المزامن اختلفت، قاموا يسووا غزل ويسووا قصيد غير ما يصلح لنا. هو الواحد لازم يسير على مسيرة أهله، مسيرة أهله على حديثهم وعلى سيرتهم ويجتهم، أما يصير يتبع بنقول قبيلة غير ما حلوة ما زين، لكن سووه زين وقالنا زين. هالحين كله القيض يمشي في الخلال، قايل لنا في قصيدة. شاركت أنا في أبو ظبي، وشاركت في دبي، وشاركت إذاعة أم قيوين، وشاركت إذاعة راس خيمة، أربع إذاعة شاركت، وهذا لمسيات دب الوقت فوق 30-40 عندي هاي شهايد. أنا كرموني وايدين، لكن الشيخ زايد الله يرحمه ما قصر، هو اللي بنى لي بيت هذا. يوم يشوف الناس شعر، يوم يشوف الناس يكرموه يفرح وينطلق ويزيد شعره ويطرب الروح للسيرة واليية وللقصيد ولكل شيء. ونيت ونت لي فرق مظنونة، يلي وده صد عنه وصار، أنا جراته حالتي ممحونة، لا الليل ليلة ولا نهار ينهار، يوم أطلب الأشياء يعدونه، بتب سهر وتزيد بالأفكار، بيتي تكسر ما رضوا يبنونه، رايعت الأسكان وعطوني عذار، والبيت المسلم لي يعدونه، البيت المسلم لي يعدونه، ما يلسوا عنده غرفتين صغار، وعوام مرت يومهم يبنونه، من 97 في التذكار،
أبني على أسبست ومثيان لونه، وكم يسهرونه في عيال الفار، الراتب ضعيف وكم يتريونه لين يوصل في اليدين وطار، ومن العائلة ما حد قبل همونه، في المدرسة لكنه مش الطار، جاعر ويطلب من الشيوخ العونة، حد يبني الفلة وحد لي دار، وهل الوفا اللي طايح يشلونه، قول موكد ما عليه غبار، أهدي سلامي والشعر وفنونه، إلا الشيخ زايد عالي الأقدار، هو ساسها وكرياسها منبونه، يرقى المعالي وعلى الشف يغار، أهدي بيات معطرة وموزونة، من دهن عود ومن شذا الأزهار، تم تمثال الشاعر وسمحونا، وصلوا على الهادي النبي المختار. أقول لك هذا الشعر الحمد لله، هذا راعي الشعر مكرم ومعزز زي من يوم حياة زايد، وحياة زايد يتصل للشاعر ويرمس الشاعر ويتكلم ويا الله يرحمه، والفروخ أو الشيوخ هذين ما مقصرين، لكن الوقت اختلف، ما الوقت الأولي، الوقت الحين شغل استوى للناس كلها، الشيخ والعامي أول الناس بعدها فيها فراغة شوي يتفرغوا، هالحين ما يتفرغوا ولا ما مقصرين، كلهم ما مقصرين جزاهم الله خير. الغزل قليل، أنا ما أسوي وايد شوي غزل، لا عاد يوم أطرب وايد ولا أسوي مثالك ذا، يوم أحد يسوي شيء ولا شيء ولا زيارة حق الشيوخ ولا هذاك أسوي، ومناسبة هذا عيد الاتحاد لين السنة هاي ما سويت، ولا كل سنة أسوي، لكن يغيب عني ما مكتوبات في الدياوين. البارحة دارت دوالي بالشعر، وباتت على قلبي الأفكار الدور، نيال عني الضيق وهموم الكدر، وتفتحت لي في الضمير شعور، من فرحتي باتت عيوني بالسهر، واكتب على صفح الأوراق سطور، أتذكر الماضي وأفكر في الدهر، وأشوف كيف تغيرت الأمور، واكتب من إشعاري أبيات واختصر، مثايل نطرب لها جمهور، يا مستمع للقول فكر وانتظر، شوف الزمان طالع الدستور، تغيرت الأحوال في هذا الدهر، كل شيء بمر الله صبح ميسور، اتنشر كاتب مستمرة ما تقر، تقص في الإبال قص اليور، على الرمل والسيح مرت والحير، وخلت شواميخ البلد عذور، حكمة بليغة من سبب علم وفكر، أريت شيء ما هقيته يصور، من هو توقع ينظهر لين البشر، ما ينصفها من غزر البحور، هذا بفضل شيخ تعلى في القدر، راعي الكرم ما يحاتي المخصور، زايد نعم زايد وبس ما نفتخر، زايد بعد زايد وبس ما نفتخر، الله يدوم عمد العصور، خلى الأمارات الحبيبة تنذكر، عقب الظلام تشعشعت بالنور، وخلى صحاريها بساتي ننخضر، فيها الورود وفتحات زهور، تم تمثالي والسموحة والعذر، إن كان بادي في المقال قصور، وصلاة ربي عده الراخ الزهر، على نبينا الهادي المذكور والعفو والمعذرة. شكرها هاي القصيدة وايد شكرها وزايد. هذا القصيد نكتب على مزمل، من دون مزمل ما يستوي القصيد، نحن الأوليين نكتب على مزمل، ما له عارض وقصد إلا كذا شيء قصيد بيسووه، ما له مزمل ما يستوي. هذه القصيدة أنا أقول البارحة باتت عيوني بالسهر، لين الفير بين وضحب بنورها، بايت أفكر في الزمان اللي قزر، أيام مرت وانقضت بعصورها، والأسباب كانت من دوالي بالشعر، وكل قصة ترجع على مامورها، ما هو بشاعر بس لي وجهة نظر، الأشعار صعبة في مغاصب حورها، حد يرفع بالقول لو ما لا قدر، قالوا رمى لو ما يدل نورها، هم يمدحوه وهو بنفسه يفتخر، لما يميز بحرها من خورها، والمدح له للمدح سنة مستقر، ولا الناقصين إلا يضيق صدورها، هذا التغير كان معنى في البشر، ولا الدهر باقي على دستورها، عشنا بلا هاتف ولا فكسن ظهر، ولا كمبيوتر اللي كتب سطورها، لا كهرباء معنا ولا موتر يمر، غير الهجن عاشوا العرب ظهورها، شدوا عليهن وقبه وقت السحر، أهل الوطن واللي سكنوا حيورها، وعسم الليادي الهن تواريخ وذكر، كم من قلن من حال ذات أمورها، ناخذ ونعطي عمي عيد الشهر، والحي من تكمل وعوده يزورها، والأول كثير الناس عاشوا عالتمر، ويقابلوا يلي وساع خدورها، وترى النخيل لها مجال مشتهر، يتفرجوا ويتلحوا منزورها، وأهل الرمل يبنوا من بيوت الشعر، وعلى المندبان يرفعون تمورها، واليوم يانا الخير ونزاح الهقر، من فضل رب عالم بدستورها، عم الرخا معنا عبدوان وحضر، وأسباب حكام طوال في شبورها،
زايد عيم القوم ويصد الأمر، شهم كريم ما حدا مخصورها، وإخوانها الحكام ثاروا على الأثر، علوا مبانيها وزادوا طورها، وخلوا صحاريها بساتين خضر، فيه الورود مفتحات زهورها، تمت أمثالي والسموحة والعذر، إن كان بادي في المقال قصورها، وصلاة ربي عد فراخ الزهر، وإعداد ما سالت جميع حدورها على النبي شفاعنا يوم الحشر يوم الوقوف يوم بعد نشورها. هذا أول، نحن يوم انتوا على كذا قالوا هنا أنا ما سويت قصيدة، قلت سويت لك أن بس أباكم تسمعوها زينة ولا مو بزينة، إذا ما بزينة قولوا لي لا تياملوني، زين هذا عد وهذا عد وهذا عد ورتبنا، قال له هذا زين وكذا زين وكذا، هذا نتعلم بعضنا بعض، ولا أول قصيد ما موجود لكن ما في شيء مقابيل ولا شيء أول، بس اللي حضر هنا من يحضر قال لي يلا عد عدوا صوت اول يس عدوا بقصيد كذا يا قال شاعر توله كلهم حريم وريايل ويدور يقصد هذا يبغى تقصد اطول الليل بلحن يشلها هذا كذا. انا كانت عندي فرقه رزه حربيه وعندي ربع فوق 25 24 25 كذا ما نضل زياده ويتصلوا بنا ونسير لهم نضوي من العصر لين ساعة 10 من الليل ولا 11 وصرينا وكل عرس وكل ما سوينا تعبنا في العرس هذا حصلنا عرس ثاني كل ما تعبنا في العرس هذا حصلنا عرس ثاني وكل ما تهونا في العرس هذا تم ما حصلنا عرس هكذا الإنسان بالاجتهاد. الشعر لازم يبتأني الشعر لازم تبتأني ولا سويت بيتين ولا خمسة ولا ثلاثة عرضهن على شاعر زين وبيعطيك عنه قال لك زين مشاو قال لك ما زين بعدك على الثاني والثالث والرابع ويوم انك تعدل قصيدك وتحترم الناس ما القصيدة تشوف لا تي بسم فيها ولا تي برسم ولا تي منطقة ولا هذا القصيد مخباي ولا بتسوي يم بيتك لكن ما تبينه أما اللي يوضح لازم يتعب. هذا التوضيح ما فيه القصيد. القصيدة كان أنا بقول مثلا بتقصد قصيدة كذا لا ما حلوة. هذا يقول يا غناة القلب لك منا حب وعهود ومواثيقي لك غلبات مخفينا ما دروا عن المطافيقي في الضماير ساكن وبنا بيت ومغلق تخليقي وحب لك في القلب زارعنا وينسقى من ماية الريقي غير صرف الوقت يمحنا ما يخلي الصاحب يليقي اللي فهمنه نهاي منه وكل خلق الله مطاريقي وين يلي بصاحبة تهنه استراح وفر يضيقي حد من العربان له بنه شوفه يشافي المعاويقي وحد تقدر تنسحب عنه وحد ساكن في المغاليقي وحد وسط الروح يستنى وحبه يعمق تعميقي وحد طول الوقت يتمنى في الهوى ماله توافيقي. تسلموا. We'll be right back.